فئات تحت تهديد بسبب ارتفاع درجات الحرارة والعاصفة الترابية والتقلبات الجوية خلال فترة الصيام. أهلا بكم مشاهدي تلفزيون الوطن في كل مكان وخدمة إخبارية جديدة. أكيد كلنا حاسين بارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين اللي فاتوا، والنهاردة هنوصل لذروة هذا الارتفاع واللي بتوصل فيه الحرارة في القاهرة ل 35 درجة مئوية. أكيد في العديد من الفئات اللي بتتأثر بشكل سلبي بسبب حالة الجو دي، خصوصا طبعا أمراض الحساسية والجيوب الأنفية وكمان أمراض الصدر والتنفس. هاي الدراسات الجوية حذرت من الارتفاع المستمر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء عشان نحس بجو حار على معظم محافظات الجمهورية. كمان بتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة، وبتكون كمان مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية. مش بس كده، ده في ظاهرة الأتربة العالقة على القاهرة الكبرى خلال فترات النهار، واللي هتأثر كمان على مناطق من جنوب الصعيد. كمان في تحذيرات أخرى إن الحرارة هتنخفض بشكل تدريجي من بكرة الاثنين، مع العلم إن الحرارة هتنخفض 13 درجة بين يومي الأحد اللي هو النهاردة ويوم الأربعاء الجاي، فرق كبير جدا جدا جدا. عايزين أكيد نعرف مين الفئات الأكثر تأثرا بحالة الطقس وتقلباته ونتعامل معها إزاي عشان ما نتأثرش بيها صحتنا. عشان كده بيشرفنا يكون معانا عبر الهاتف دكتور أمجد الحداد استشاري المناعة الحساسية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة مشاهدي الوطن. يعني في البداية قول لنا مين أكثر الفئات اللي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة في ظل الصيام لساعات طويلة؟ مش الحرارة بس، احنا عندنا الأربع أيام هنشوف فصول السنة كلها في الأربع أيام دول. هنشوف النهاردة الحر، ارتفاع الحرارة، هنشوف الربيع بأتربته العالقة اللي هنشوفها النهاردة، هنشوف انخفاض حرارة تدريجي من بكرة يعني الجو الخريفي، هنشوف صقيع بعد ذلك في موجة ساعة هتيجي لحد يوم الأربعاء، بمعنى إن احنا هنشوف فصول السنة. مين اللي بيتأثر بتغيير الحرارة والتراب والغبار؟ أكثر ناس عرضة مرضى الحساسية. ليه مرضى الحساسية أكثر عرضة؟ إن هذا الجو أولاً بيساعد على انتشار العدوات التنفسية ما بين ارتفاع الحرارة وانخفاضها، موسم انتشار الإنفلونزا والبرد وكورونا. الأتربة العالقة في الجو هو للأسف هو أكبر مثير لحساسية الأنف والصدر. مريض حساسية الأنف يتحسس من الغبار ومن التراب والرمال اللي متواجدة اليوم حالياً بكثافة جداً. مريض الحساسية هيجيله نوبات من الأزمات الربوية، من أزير الصدر، من الكحة الشديدة، من العطس، من الزكام، من الرش. دول أكثر فئات هيكونوا تأثراً. كذلك مرضى حساسية العين كذلك هيتأثروا. الناس اللي عندهم الرمد الربيع هيتأثروا بهذه الموجة الشديدة التقلبات الجوية. طيب خلينا ناخد فئة فئة كده، حضرتك ذكرت فئات كتيرة جداً جداً، كل فئة منهم تعمل إيه في ظل درجة حرارة مرتفعة، أتربة عالقة، رياح مثيرة لملء الأتربة، كمان الصيام لساعات طويلة؟ يعني نبدأ مثلا بمرضى حساسية الصدر، يعملوا إيه النهاردة سواء بقى ما يخرجش من البيت خالص ولا لو خرج يعمل إيه بالظبط؟ طب هنقول نصيحة عامة للجميع. الأول اللي هيقدر إن هو ما يخرجش النهاردة يفضل إن هو ما يخرجش. طب لو أنا مضطر النهاردة إن أنا أنزل شغلي أو إن أنا مضطر إن أنا لزوم إن أنا أنزل النهاردة، أولا هرجع آخد بخاخات الصدر والأنف في فترة القطار. هناك الآن كثير من الأدوية ممتدة المفعول بتؤخذ خلال فترة البطار أو السحور، بتدي للجسم نوع من الإحساس بعدم الأزمات الربوية من البخاخات الحديثة. ممكن بخة صباحا أو مساء ممكن تدي للجسم الإنسان أو الرئة نوع من الارتياح إن هو عند إحساسه أو وجود الأتربة العالقة ما يخشش في أزمة ربوية. كذلك مريض حساسية الأنف لو هيغسل مراخيره بمية البحر أو هياخد قرص مضاد حساسية قبل السحور، بنسبة كبيرة جدا هيقلل من معاناته خلال فترة النهار مع وجود الأتربة. وبالتالي العودة لاستخدام مضادات الحساسية، العودة لاستخدام بخاخات، النزول عند الضرورة القصوى، نرجع تاني نرتدي كماماتنا. ليه؟ لأن الكمامة في الفترة دي مش هتبقى عشان كورونا، لا، عشان هتشكل حائط صد ضد دخول الأتربة لمجرى الجيوب الأنفية ومجرى الرئة، وبالتالي هتقلل من إثارة مجرى التنفس تماما سواء كان الأنف أو الصد، هتقلل من الأزمات الربوية. العودة مرة أخرى إلى ارتداء الكمامات. تمام. استخدام المناديل المبللة برضو بتقلل بنسبة كبيرة جدا من دخول الأتربة إلى مجرى الجهاز التنفسي. تمام. يبقى أنا دخولي عند الضرورة هخرج هلبس كمامة، هعمل مناديل مبللة، هاخد أدوية الحساسية، فترة الإفطار هشرب سوائل كتير، هستخدم البخاخات، هغسل مراخيري بالماء المالح أو مية البحر. كل دي عوامل هامة جدا 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 لو احنا اتبعناها. طيب. هتقلل من احساسنا بالحساسية، من الازمات الربوية، ومن نوبات حساسية الانف او الصدر. طيب كده فئة مرضى حساسية الصدر والانف واللي عندهم ربو، بالنسبة اللي عندهم حساسية العين او الرمد الربيعي برضو يتعاملوا ازاي في ظل هذه الحرارة الشديدة والرمال الرياح المثيرة للمال والاتربة والاتربة العالقة؟
هنقول برضو نزولهم عند الضرورة، لو احنا مش نقدر ما ننزلش ما ننزلش، لو احنا مضطرين ننزل هنستخدم نظارات الشمس، هنستخدم مناديلنا المبللة، هنبقى مشوارنا عند الضرورة فقط لا غير، ونرجع تاني للمنزل. تعرض العين للأتربة في هذا الوقت هيزود حكة العين، هيزود احمرار العين، هنتجه للنظارات الواقية، هنستخدم مناديل المبللة، هنستخدم الكمامات، هنستخدم أقراص الحساسية. برضو النهارده قرص واحد قبل السحور هيقلل من تعرضنا للمثيرات الخارجية، وهيقلل من تفاعلات العين مع المثيرات الخارجية. زي ما حضرتك قلت ان هنعيش فصول كلها والحراره هتنخفض بشكل كبير جدا جدا، الفرق من النهارده للاربع حوالي 13 درجه. نصايحك ايه لكل اللي بيشوفونا دلوقتي عشان نتفادى الاصابات طبعا بنزلات البرد او كورونا او ما شابه؟ طبعا يعني كورونا انضافت مع انفلونزا واشباهها، قول لنا ابرز النصايح ايه عشان الحراره اللي هتنخفض بشكل كبير جدا جدا 13 درجه خلال 3 ايام. الناس اللي استعجلت وابتدت تخفف ملابس لاطفالها او ليها، لا يا جماعه احنا لا هنلبس ملابس قطنيه ثقيله، نرجع نلبس تاني لان الحراره تنخفض. لو احنا غيرنا ملابسنا مره واحده مع الجو السخن ده هيبقى معرض ان احنا يجي لنا نزلات برد او انفلونزا. الناس اللي بدات تشغل التكييف اقول لهم لا، اجلوا التكييفات دلوقتي، لان التكييفات بالفعل اكبر مثير لمرضى الحساسيه، وان الجو بالفعل هيسقع تاني. يبقى احنا نرجع نتقل لبسنا، نلبس ملابس قطنيه، نتغذى غذاء جيد جدا، نكتر من فيتامين سي اثناء السحور، البرتقال والجوافه والكيوي من العناصر الغذائيه الهامه اللي بتدي مناعه، كذلك المكسرات، الاكثار من السوائل اثناء فتره الفطار عشان ده هيساعد مناعتنا وهيساعد الدوره الدمويه وهيساعد المناعه تكون جيده انها تتقبل تغيرات الحراره وهتتقبل نزلات البرد والانفلونزا. ما يحصليش نوع من الصدمات الحراريه ان انا ابقى لابس النهارده لبس خفيف وانزل بكره بلبس خفيف، ده هيؤدي الى تعرضك لتيار هوائي وبالتالي لصدمه، وبالتالي تعرضك لنزل برد او انفلونزا او كورونا. لو احنا طبقنا المحاذير دي نسبه كبيره جدا العدوات التنفسيه هتقل، وبقى نزولنا في الثلاث ايام اللي جايين دول عند الضروره القصوى. يعني اكيد معلومات في غايه الاهميه ونصائح مهمه جدا جدا لكل مشاهدي تلفزيون الوطن. شكرا دكتور امجد الحداد استشاري المناعه والحساسيه، وشكرا طبعا لكل مشاهدي تلفزيون الوطن، انتظرونا في خدمات اخباريه جديده خلال الساعات اللي جايه. شكرا جزيلا لكم.